وهلا حديث البلد مع رفيق خويري. رفيق خويري، انت مطرب لبناني معروف من حوالي 20 سنة، بصوتك المميز وبإخلاصك للهجة اللبنانية ولبلدك بنفس الوقت، من خلال الأغاني الوطنية العديدة اللي أصدرتها واللي حييت فيها الجيش اللبناني تحديدا، وانت ضيفنا الليلة بعد إصدار أغنية وكليب قوليلي بحبك. أنا أهم شيء أنا، لأنه هون بتعني يعني بالغرام. كثير حلو الكليب، حلو رفيق خويري. قديش اليوم بتحس انك قريب من موقف الموسيقار ملحم بركات، بيمكن تمسكه باللهجه اللبنانيه والحفاظ عليها؟ اول شيء مساء الخير ومساء النور لكم، اهلا وسهلا لكل الموجودين نيالي. اهلا، مساء الخير ابو الميش صديقي العزيز. حبيبي يا استاذ. بلشت صاخب هيك دغري. انا كثير متمسك بالاغنيه اللبنانيه وبوطني، كتير هجموا للموسيقار ملحم بركات، وبسمع كتير ناس بلشوا كنت قولوا انا ما لازم انا احكي، نحن بعدنا بدايه، نحن كذا، بس في ناس عم بلش سنتين وثلاثه وبيهاجموا بقوه. بتفاجئ انا، يعني نحن عاملين دراسه موسيقيه وقلنا فتره بالمجال الفني، ما بنحكي يعني، وفينا نحكي وعنا باز. يعني ملحم بركات مثل اي جندي لبناني، مثل اي مستميت بده، عامل لبناني بحب وطنه بيحكي عن الاغنيه اللبنانيه. طب بدي اسال سؤال، لو بيت الرحباني، محفظ الالقاب، بيت الرحباني الله يرحمه وديع الصافي، زكي نصيف، هالعمالقه، ما عملوا هالاغنيه اللبنانيه، وين في اغنيه؟ صح. طب مين عم بينادي بالاغنيه اللبنانيه؟ جدا قليل. مش ضد اي اغنيه، مش ضد اغنيه مصريه، ومش ضد حدا، نحن بالعكس الناس بتحترمك اذا بتحبي بلدك واذا بتحافظ على تراثك بالنهايه وبلدك. يعني هذا اغنيتك، حافظ عليها وغني اللي بدك اياه، ونوعي هيدا بوكيه، يعني زهور، بوكيه عربي الناس بتنقي منها، الدنيا ازواق يعني. صح. وكثير فنانين عرب عم بيغنوا اغنيه لبنانيه، مش ضد، بس يا ريت بيفهموها على النقطة الوطنية، مش انه قصده انه ضد حدا بيغني مصر. مش تعصب، مش تعصب، بالعكس يعني احنا بحاجة للاغنية الوطنية. صح صح. من خلالها ومع الجيش اللبناني. صح. ومن خلالك رفيق خويري، رفيق خويري، من خلالك وبصوتك تحية للجيش اللبناني ولروح العميد والدها لجوي ووالد سينسيا بهالأغنية. محمود بفحروك راية مشتك عنياني، عجبين الراية مكتوب عاش الجيش اللبناني. خويري، قبل ما نكفي حديثنا خلينا نشوف مشاهد من كليبك الاخير قولي لي بحبك انا. عن جد هالاغنيه اخذت اصداء رائعه، باسم بحبها بشكل خاص كمان، كلمات جميل فهد، الحان يحيى الحسن، واخراج ادوار بشعلاني. بس حتى على سيره باسم نقدر نمشي البلاير، بدك تطلع بكاميرتك وتقول بلاير باسم. صح. كل البراءة بشوفها بعينيك، ما تمشيتي بيدلوا عليك، كل البراءة بشوفها بعينيك، بعينيك، كيف ما تمشيتي بيدلوا عليك. عندك جسم طيوب مثل الرمح مسحوب، وتمك شهد بيدوب وما بحمل ضيافي. قولي بحبك أنا، قولي أو لا تخافي، بحبك أنا، تسلم لي اللي بتستحي، بحملها عكتافي، قولي هولا.
حلوة أغنية حلوة. إدوار عنده أفكار كتير حلوة وعادة ايه. عم ما هي نواة العيلة يعني إخراج إدوار مش عيني وإدوار عنده هل مثل عم بقول ميشيل برغم صغر سنه عنده أفكار كتير حلوة عنده مش كتير صغير ما تصغروا لا لا إدوار طبعا أصغر مخرج بس عنده أفكار حلوة بذات الوقت تلاقيها متماشي مع العصر بذات الوقت بياخذوا بيعطي بنقعد نعمل جلسة ومنحضر انا كنت فكرتي كتير حلوه مع طبعا بالاضافه لفكرته يعني هو نتيجه الفكره الاساسيه له هو بس انا اقتنعت بالفكره وطبعا ومشينا فيها هو بيعطيك شيء اللي بيشبهك يعني بالنتيجه طبعا بيشبهنا اكثر بتاني وحده حب المراه اوقات تحكي معي نظرات شو بيشتهي مرات اغمزها بشفافي حلو يا عين حلو حلو طيب خلينا نسمع غناء احلى هيك نظرات يا مدام تسلم 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 رفيق خلينا نسمع سوا يا ناس جنني الحلو يا ناس جنني الحلو يا ناس شو بعمل الو زعل انا كل الدنيا ولا يوم برضى زعل زعل انا كل الدنيا ولا يوم برضى زعل يا ناس جنني درست الموسيقى وإدارة الأعمال بنفس الوقت بس بتعتبر أنه عدم وجود إدارة أعمال فعلي بجانبك أثرت سلباً على مسيرتك بأول الطريق مع العلم أنه اليوم في برصيدك 3 ألبومات و14 كليب وحوالي 30 أغنية كان آخرها قوليلي بحبك أنا فينا نسمع منك موال هالأغنية اللي أنت لحنته والأغنية كمان هي على رأس يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل الله الله يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليل بحبك جريئة ليش ليش عم تترددي حبك جريئة ليش ليش عم تترددي حبك بريئة مثل حبات الندي الله ضل غموريني يا حب وسقيني حنان تضل ولا مثل جمر الموادي يا ليل يا ليل يا عيني يا 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 ليل قولي لي بحبك أنا قوليها ولا تخافي تسلم اللي بتستاحي بحملها عكتافي حب المرأة أوقات تحكي معي نظرات حب المرأة أوقات تحكي معي نظرات شو بشتهي مرات اغمزها بشفافي طيب له سامي عم بيطلع بجوي كان عم بيعمل لها هيك ويطلع فيها عم بتطلع هي ما جاوبت معه ما جاوبت المهم هي ما المهم هي لكن اليوم قاعدة عقلي ما بدها ما بدها رصة كيف بيغمزوا بالشفاف رفيق؟ هيك. بعد الهواء لا هيك هيك طلعت عم تبعتها لرفيق بس انت ايه بس عملت سكوري افي الامونت على جوي شو هاي كانت تقابل بالحرب سكترما افي سكوري الامونت انا هون يا روح على وضعك شوي لك روق الله ليك افي هيدي الامونت عندنا فوق كانوا يقولوا لها سكترما افي الامونت سكترما هاي بس تشد رصاص وتبرم رفيق خويري كيف عايشها صاير سنه 2008 تزوجت من كاتيا عيد واليوم عندكم صبي وبنات لين عمرها 4 سنين وشربل 4 أشهر الله يخليهم بس بين الاثنين رزقته ببنت اسمها كريستي بس ما عاشت يعني وامتى
شفتها يعني للحظات وعملت لها غنية بس ما قدرت تغنيها قبل وبدك تغني لنا إياها الليلة بحديث البلد إذا بتحب. هي كتر خاء الله قلبه شغلة حلوة ومهمة. الله كريم. نعم. يعني دايماً الله بياخد والله بيعطي. صح. كتر خاء الله يعني الله رزقنا بشربول وإن شاء الله يا رب كمان بعد. إن شاء الله. ما حدا بيعرف حكمته وين. بس يكون عم ياخد ربنا هذا الولد الصغير أنا بقول بس يكون في نقص بالملائكة فوق. انه بده طالب ملائكه بقى هيدي ملائكه زار فرانسيس الشاعر اللبناني اللي انا لي تعامل كثير كبير معه هو صديق اكثر من شاعر يعني نعم عايش مع المرحله كتب كلام جدا معبر وجدا حلو بدي كمان شغله اون بارونتيز ميشيل بحبه كثير من اي ناحيه مش انه ميشيل قد ايه وجهه حلو بيضحك ميشيل جدا قريب على لي حساس جدا نعم ومرق مراحل صعبه نحن بنلتقي بكثير بالايمان انا وياه صح هو بيعرف الشيء دايما بشوفه بيضحك الناس بس بقول بقلب انه قد ايه انسان عنده مشاكل ما بيظهرها بس الله بيعطيك قوه صح يا صغيري اللي اخذها النوم مش عم بقدر انساكي جيتي ورحتي بذات اليوم ما لحقنا ودعناكي جيتي تنشوفك وتروحي رحتي وبعدك هوني بروحي جيتي تنشوفك وتروحي رحتي وبعدك هوني بروحي بس اللي نساني جروحي شفت بعيني ملاكي الله 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 يخلي لك الموجودين وحابب تكبر العائلة كمان الله يرزقك بأولاد حلوين يمشوا على دربك بتمنى لك التوفيق بكل شيء بتعمله رفيق خويري وعلى أمل أنه كمان نستضيفك بأعمال قادمة بس بعد في كيتي ناطرتك هلا هي على راسك كيتي هات منى شو مكتوب على كارتك؟ كومبيتا أطول أوف أها مثل سبوحة أطول رح نقول أوف صغيرة بس موال حلو منعوضها بتقبله؟ تفضل قالوا عالبنان عالبنان بعياد وردنا نسيم حب وتفتح وردنا الله عالبنان بعياد وردنا نسيم حب وتفتح وردنا خلقنا فيه بمحبة وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب الله. يا هلي يا هلي يا هلي يا 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 ألطف دني وأحلى بلاد بلادنا ألطف دني وأحلى بدك تبلش الشغلة لا انا اخذت زياده ما تاخذني انا طلعت بدك تبلش الشغلة ايه؟ بكفيها تفضل ايه؟ يلا كمل بس هي لا ايه؟ لا لا وصلت لهون محاط يلا محاط على اليمين شاطر ترقصني انتبه يلا يلا اف 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 لك يا رورو الحظ قدم لك هدايا بناها لك قصر من اربع زوايا لك هدايا وبنا لك قصر من اربع زوايا يا بابا
اورو طيب هي مش هي ما لازم تكون بعد فيها ختام بعد في لازم بيت ثالث ايه بس هو بيقطفت ما بده هو بحق له شعر هو ندى عامل بيت ثالث بس صار في قصف تهجره عمل تيزك للعالم عصير الزجل اللبناني عصير الزجل لا عصيرة منقول لقينا الصبايا اعتزوا والهوى بعده بعزه لك بعده قلبي رفت عين عقدة حاجب بتهزه بعده قلبي رفت عين وعقدة حاجب بتهزه وبعده قلبي هون كمان حلو عقدة حاجب بتهزه الورد مقابل وشافي قرب إليك وما خافي شفافه بجرحه لو انا وصار يبوسك بشفافيك صار يبوسك بشفافيك صار يبوسك بشفافيك راحت عفا عفا خلص يا خيي بدي اقول شغله سوري يمكن بهالفتره باخراج ادوار لكليب يا ناس جنن الحلو اخراج ويلي بحبك انا كتر خا الله يعني بتصوير عالي تقني عالي حلو اللي فتره من حزيران مع شركه جديده كتر خا الله انه شركه كونشيرتو برودكشن اللي هي عم بتدير اعمالي صارت وانتاجي وعلى تحيه للويس مشعلاني استاذ لويس مشعلاني تحيه له خاصه تحيه كبيره اللي هو ايمن بصوت رفيق خويري وبشخصيته بالوقت ذاته انا امنت فيه كاداره اعمال يهتم فيه شخصيا كتر خير الله النتيجه عم تبين شكرا رفيق خويري على حضورك على صوتك وعلى شخصيتك المحببه شكرا كثير لوجودك معنا